Ξοφολογήστε το κύριε. الله معكم اخوتي المشاهدين بحلقه جديده وضيف جديد وموضوع جديد من برنامج جئت لاخدم تحديات كثيرة عم تواجه المنطقة عموما والواقع المسيحي خصوصا تحديات على مستوى الكنائس وتحديات على مستوى التعاطي مع باقي الطوائف أيضا تحديات من مختصرة على المستوى اللاهوتي والعقائدي إنما على الصعيد الاجتماعي وعلى صعيد التواجد والهجرة وأمور عديدة مجلس كنائس الشرق الاوسط له دور فعال بهالمنطقه ومؤخرا عقد بالقاهره ضمن اطار الجمعيه العامه الثانيه عشره تحت شعار تشجعوا انا هو لا تخافوا. من هالمنطلق رح اليوم على البيان الختامي للمجلس وعلى اجواء الجمعيه العموميه مع امين عام مجلس كنائس الشرق الاوسط الدكتور ميشيل عبس. اهلا وسهلا فيك دكتور عبس ضيف عزيز على برنامج جئتوا لاخدم اهلا فيك ابونا شكرا اسمح لي بالبدايه قبل ما نبلش حلقتنا اني نوجه تحيه تحيه ورحمه نطلب الرحمه للسيده هاله بيوض اسكاف مديره مدرسه زهره الاحسان بالاشرفيه سابقا اللي المنيه اللي لحتى تكون نفسها بالسماء هالسيدة الفاضله والمربيه الصالحه اللي قدرت تحول مدرسة زهرة الإحسان من ضفة لضفة وتجعلها منارة وطبعا هذا برعاية وتوجيه المطران عودي مطران أبرشية بيروت الجزيل الاحترام فبداية هالحلقة نحن هيك حبينا نعزي أسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة وننحني أمام كل عطاءاتها اللي قدمتها مدام سكاف فليكن ذكرها مؤبدا المسيح قام امين انا علقت فيها جيده وكنت اعرفها من زمان بعرف قديش مربيه صالحه وفاضله وسيده شاطره ونشيطه و كل المزايا الجيده كانت فيها الله يرحمها فينا نقول المسيح قام فليكن ذكرها مؤبدا امين ابدا حقا قام اكيد آه خلينا هلا نحن ندخل آه باطار حلقتنا اول شيء كيف كانت اجواء القاهره اول مره بتجتمعوا بالقاهره ليش وكيف <تضل> نعم نعم هذه إشكالية طرحت علي أنه ليش ما صار في مؤتمر قبل هلأ في القاهرة فقلت لهم ما بعرف بدي أسأل اللي قبلي كانوا ليش ما عملوا قبل مرة جمعية عمومية بالقاهرة مع أنه كان في أمين عام مصري من سنوات وما ما نبشنا على جواب لهالسؤال السؤال جوابنا على هالسؤال السؤال أنه عقدنا الجمعية العامة في القاهرة بدعوة كريمة من قداسة البابا تواضروس الثاني نعم أه ورحنا لعنده أول زيارة في نوفمبر ديسمبر الماضي ونسقنا الأمور وبالورنا بالورنا البرامج وعملنا كل اللي لازم وجينا حضرنا التحضيرات عقدناها أه بالحقيقة أنه مهمة تنعقد هنيك أولا لأنه مصر من أكبر الدول العربية نحن بنشتغل ضمن المسيحية العربية ثانيا لانه الكنيسه المصريه القبطيه وغيرها من الكنائس الكبرى في المنطقه، اكبر كنيسه في مجلس كنائس الشرق الاوسط الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. والكنائس الاخرى كمان يعني عندها تقل تقل العدد مش معنى العدد، تقل كمان مؤسساتي وتقل تاريخي وتقل بالتراث والى ما هنالك. نعم. وبالتالي لقينا انه من الضروري انه تنعقد الجمعيه هنيك لانه بدنا نضوي للعالم كله انه قديش المسيحيه المصريه مسيحية العائلة المقدسة مسيحية الهجرة إلى مصر موجودة بعمق واكتشفنا قديش الشعب المصري كله بعيش على مختلف الديانات وطوائفه هل هل هالشعور هالثقافة تبع العائلة المقدسة يعني الحج إلى أماكن العائلة المقدسة من قبل غير المسيحيين بقدر ما في مسيحيين بيروحوا بزوروا هالأماكن يعني هيدا كمان تطعت نموذج الخارج قديش الشعب المصري مسيحيين والمسلمين متماسكين مع بعضهم بحياتهم اليوميه وبتوجهاتهم العامه وبخططهم العامه ويتوجها كمان الرئيس السيسي بالسياسه الحكيمه اللي عم يتبعها يمكن هيدا السبب الاساسي وال... والسبب الممتاز يعني نحن نواجه تحيه للرئيس المصري، الرئيس السيسي وللشعب المصري طبعًا. وللبابا تودروس ولكل ال اهالي مصر اللي بنحبهم وبنعتز فيهم طبعًا أم, الدنيا <applause> طبعا اكيد <applause> يعني ومصر عم تعمل نقله نوعيه على كافه الصعد والمستويات يعني قلت من بيشرب يرجع لها ثاني يرجع لها ثاني يعني مصر لا تنتسى الوجود فيها بالفعل هلا بنحكي بالحديث طبعا حال؟ ليش اخترتوا هالشعار تشجعوا انا هو لا تخافوا متى بالحقيقه اختاروا هن هلا انا كنت من المجموعه بس كان اوريدي اختاروا الشعار وقت كنت انا بعدني آه باللجنه التنفيذيه ما كنت امين عام هو بالمنطقه كلها في خوف نعم هلا الناس فكروا انه المسيحيين خايفين، المسيحيين خايفين مثلهم مثل غيرهم الخوف موجود عند كل الناس هذه المنطقه هل منطقه المشرق اكثر من منطقه مصر نعم بالشرق الاوسط تمر بمراحل صعبة مرت بأزمات مخيفة هجرت قرى ودساكر ومدن عم بكرت أبيها وبيدت وبالتالي الخوف موجود كان الحروب اللي عم تصير عندنا ما بتخلص لا, لا بفلسطين ولا بسوريا ولا بالعراق وبالتالي ولا في خوف عام عند الشعب لا سوريا ولبنان شو شو نقصهم اي ما قلت ايه سوريا ول... اكيد لبنان تحصيل حاصل احنا <applause> الخوف اليومي نحن الخوف اليومي والإهانة اليومية للإنسان في لبنان وبالتالي وجدوا انه بدنا نقول للناس ما تخافوا في امل للغد مسيحيين وغير مسيحيين تكونوا عندكم امل بغد افضل بدكم تطولوا بالكم لانه المراحل الصعبه عم تمر علينا هيدي أزمنة مليئه بالمحن تمر على الشعوب ومن ثم تنتهي مهم الشعوب تصمد وتقدر تضل لاخر النفق وتقدر بعد بعد الشقه يكون في بقى هذيك القصه وبالتالي نعم <applause> <applause> اعتمدوا هالشعار واشتغلنا على اساسه اعتبرناه يعني مفتاح امل للمستقبل ممنوع الخوف نعم نعم طب هون هون بالشيء اللي قريته ثبتوا رئاستك للامانه العامه بالجمعيه ايه هيدا تفصيل اداري هلا بدنا نحكي عن لا, لأ انه هيك خلينا نضوي بس أوكي. عليها هالنقطه انا انتخبت كامين عام من قبل اللجنه التنفيذيه نعم لانه ب 2020 وقت انتهت ولايه الامين العام السابقه زميلتي سوريا بشعلاني الدكتوره سوريه بشعلاني ما كان في مجال يعملوا جمعيه عامه تينتخبوا امين عام جديد سبب الكورونا يعني الكورونا. كورونا طيب. مددوا للجان والامين العام ما قدرت مدد كانت كانت مرتبطه بالعوده للجامعه اختاروا انه ينتخبوا امين عام جديد اعتمدوا على مادة بالدستور تقول أن اللجنة التنفيذية تقوم بأي تدبير ممكن ضروري لملء شغور الأمن العام فكان الخيار وكان الترشيح من قبل صاحب الغبطة يوحنا العاشر الذي نطلب بركته دائما ونحييه أنه نروح للترشيح وللانتخاب وثمانة إليه هل هلا هل هو دور الكنيسه الارثوذكسيه يعني؟ هيك نعم حاليا هلا اللي صار انه القرار عندما اتخذ اتخذ قرار بانتخاب الامين العام من قبل اللجنه التنفيذيه كتدبير احترازي مش ما يصير في شهور بالامين العام في نفس الوقت في الجمعيه العامه التاليه يكون هناك اخذ العلم والتثبيت اخذ العلم والتثبيت يعني ثبتوا لي او اخذوا علم وثبتوا لي اساسا بعمل شغلة كامل انا ما نعم. يعني الامين العام بالوكاله ولا مش بالوكاله ما بتفرق عنا حتى اللي كانوا يسموا حالهم بالوكاله كنت اقول شيلوا كلمه وكاله لانه الامين العام بالوكاله وغير الوكاله نفس الصلاحيات عنده مش مثل مجلس كنائس العالمي هن عندهم غير تدابير وبالتالي هلا عندي بعد سنتين ونص تقريبا بقدر اكمل الولايتي الاولى فاكسيوس شكرا طيب <applause> خبرنا شوي وانتخبوا لجنة نعم. اللجنه التنفيذيه كمان جديده اضطروا المفروض ينتخبوها وانتخبوا الرؤساء الجدد سيدنا يوحنا العاشر نعم الانبا انطونيوس نعم بطريرك ميناسيان نعم والاسيس بول هيدوستيان نعم هن نعم. اربع رؤساء جدد للمجلس لاربع سنوات ستالي واللجنه التنفيذيه لاربع سنوات ستالي أوه عظيم <applause> هلا اخذنا هيك لمحه عامه اداريه عن وضعكم هلا خبرنا عن جو الجمعيه جو الجمعيه العامه بالحقيقه كنا معملين برنامج تغير بسبب زياره الرئيس السيسي آه. جيت زيارة الرئيس السيسي بأول يعني عطانا الموعد خلال أو مطابق لأول جلسة من جلسة العام كل البرنامج ساعات لقدام ورحنا عزلنا الرئيس السيسي رحنا كل رؤس الكنائس مع الأمين العام كانت جلسة مفروض تدوم ساعة دامت ساعة وثلث كان الكلام فيها من أرقى وأجمل ما يكون حكينا عن سياسته وتطلعاته الرئيس السيسي بالنسبة إلى مصر وهو عمل يشرف ما يقوم به الرئيس السيسي لمصر انه يقوم بعمل تحصين تاسيسي او تاسيس تحصيني ما بدي اسميه نعم. لمستقبل مصر باللي عم يعمله بالسياسه الاجتماعيه اللي عم يعملها والاقتصاديه مش هيك مصر تشهر تشهد ازدهار هائل اقتصادي واجتماعي ومش هيك ما في مشاكل بمصر ان شاء الله يعني هن شيء كثير ذكي المصريين هن هيدي هدي نتيجه قديش هن متعلقين بوطنيتهم الشيء اللي اسمه بيت العيله بيت العيله المشكل من رئيس الشيخ الازهر مفتي الازهر و البابا طوادرس سماحه مفتي الازهر وقداس البابا طوادرس هن كل ما يصير اذا صار في احتكاك او اي مشاكل ذي الطابع ديني بيتصرفوا يعني معتبرين حالهم مصر عيله وهن بيت العيله وهذا امر حكيم جدا من جهتهم ممتاز لانه يعني عن جد اذا كانت مصر بخير العالم العربي بخير صحيح. يعني مصر نحن بنرجع بنوجه من تحيه لكل شعبه جو مع بعضكم هيك كان كان نعم. جو عائله جو, جو ألفة جو, جو محبه ألفة جو لقاء بعد طول فراغ مفروض كل اربع سنين يلتقوا خلاله يكون في كتير لقاءات مؤتمرات اجتماعات ندوات ما كانت عم تصير بسبب الجائحه فبعد خمس سنوات وثمان اشهر رجعوا التقوا الاخوه واول افتتحت اول كلمتي انا بما اجمل ان يلتقي الاخوه ان اجتمعنا باسم الرب وكان جو كثير جميل تبادل اراء ادلوا ببياناتهم رؤساء الكنائس عطينا فتره بالاولى تا كل الرؤساء يدلوا ببياناتهم كانت مختصره بس في ناس ما التزموا بالوقت بس كانت بيانات جميله جدا نعتبرها جزء من من توصيات المؤتمر الجمعيه العامه نعم،, نعم وبعدين صار في مناقشه بيان الامين العام تقرير الامين العام اللي ما لحقنا نقرا كله لانه كان طويل كثير بعثنا لهم عم نحضره مترجم كمان كان في بعدين اجتماعات فرق العمل في فرق عمل توزعت على خمس مواضيع الحضور المسيحي والعلاقات المسكونيه الدياكونيه والخدمه الاجتماعيه التواصل والمناصره، الحوار والتماسك الاجتماعي والاستدامه والتطور الاداري للمجلس. خمس مجموعات عمل اجتمعت على مدى ساعتين، ساعه ونص ساعتين، كان مفروض تجتمع اكثر بس الوقت ما عاد سمح. كنا اجتمعنا قبل بهالوقت عملنا عده اجتماعات قبل الجمعيه العامه محضرين كل الملف لكل موضوع بموضوعه، في ماده كثيفه يعني كانت جرت مناقشتها خلال هال هالجلسات هيدي ومن ثم اصدروا توصيات التي تليت على الجمعيه العامه هلا بنعتبر انه كان فينا نناقش اوقات اكثر من هيك بس لو الى نناقش يومين رح نوصل توصيات اضافيه وافكار اضافيه اعتبرنا سوف نتابعها بعدين كل واحد من منطقته عبر الاونلاين حتى نبلور الافكار اكثر بس هو الخمس مجموعات العمل بيعتبرهم خمس مجموعات استراتيجيه سوف تتابع عمل دايمنشنز يعني ابعاد المجلس الخمسه نعم ستكون هالمجموعات هذه مشرفه على الأبعاد بشكل او باخر يا استشاري يا توجيهي يا تقريري حسب اللجنه التنفيذيه شو بتشوف هون دكتور رح ندخل من العموميات الى هيك التفصيل هلا ب آه بدايه اول شيء دعت الجمعيه العامه الى نبذ العنف والتعصب بكل انواعه واشكاله ورفض التطرف والارهاب والاقصاء والتمييز على اساس الدين والعرق واللون والجنس وغيرها خلينا نضوي هالنقطه ابونا الكون الكون في في حراك هايل بالكون شعوب عم تنزح مجموعات عم تهاجر مجموعات عم تلجا وعم تزيد الكلوستروفوبيا عم تزيد الكراهيه وكره الاجنبي و... والتمييز وغيره وحتى ضمن الشعوب بس سوري هون اسمح لي هل هو هيدا أه تحديدا على صعيد مسيحي ام على صعيد انساني؟ لا انساني نعم ما بنحكي شيء عن حيث مسيحي بدون انساني، م. مسيحي بالنسبه لنا في المجلس حكما انساني نعم ما لا. في جدل حوله فأنتوا كنتوا عم تشوفوا هالشيء اللي عم بيصير بالعالم اكيد لانه يعني مثلا بديسمبر عقدنا المؤتمر نحن وبكانون الاول نحن والمجلس كنائس العالم مع الاطياف العراقيه قعدوا مع بعضهم مجموعات عراقيه تناقشوا في بيروت عن وجودهم في العراق وعن حياتهم في العراق وعن شو بحاجه العراق حتى مجتمع اكثر تسامحا مع بعضهم البعض لانه في في تنوع هائل ديني واثني وعرقي في العراق وبالتالي من بعده اجوا لعنا مجموعه طلبوا منا نحن كمجلس كنائس نشرف على مشروع حوار ثقافي في العراق هن قالوا لنا انتم بدكم تشرفوا عليه وهن مش مسيحيين ومشينا بالمشروع كتبنا المشروع هلا طبعا ببركة سيدنا ساكو بطريرك الكلدان اللي هو عيننا أشخاص من قبل الكنائس وطبعا بالتنسيق مع رؤساء الكنائس في العراق هلا عندنا لجنة مشتركة من جميع الأطياف من ست أطياف عراقية فينا نقول أطياف يعني طائفة على مجموعة عرقية لأنه في تنوع هوني عم نشتغل على مشروع مشروع حواري نفس الشيء عم مشروع نحن الكرامة الإنسانية عم نحاول هلا نأمن له تمويل <applause> نفس الشيء بدنا نشتغل مشاريع حواريه كثيره مخططين لضمن ضمن مجموعه في مفا... مجموعه مثقفين وخبراء في هالمجال هذا جامعيين عم يساعدونا في العمل يعني نبذ العنف ونبذ التفرقه ونبذ التمييز لانه عم بيزيد عم, عم بيزيد بالعالم عم بيزيد عم يصير في كثير ناس عم تكره بعضها الشوفينيه عم تعلى بدنا نعم نحن نحارب هالامر هيدا نعتبر المسيحيه وال... والمخزون القيمي تبعها هي وسيلة أو باب أساسي لمحاربة هذه الأفات الاجتماعية طيب هلأ النقطه هلا اليوم بتحكي عن المسيحية هي باب ولكن أنه المسيحية الأمريكية مثلا أنه بهالهيمنة ما اسمح لي أسأل هالسؤال يعني أنه ضمن نطاق مجلس كنائس العالمي المسيحيين بأمريكا لهم دور هون مجلس كنائس العالمي؟ إيه كل مثل الكنائس كلها انه امريكا داخله ضمنهم الكنائس الامريكيه طبعا اعضاء مجلس كنائس العالم طب هم بياثروا كمان انه اليوم امريكا اليوم اليوم في خلافات كبيره بالعالم طبعا اليوم الحرب الاوكرانيه الروسيه اليوم في عالم تنظر لبوتين عنده نظرة انه هو هتلر الجديد او ناس بيقولوا مخلص او ناس بيقولوا مخلص او في طيب انه بس طبعاً. انت عم بتشوف طب ما شفت مثلا السياسه الامريكيه بالعالم شو عملت بي 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 بدول بي بمجتمعات بي يعني هون انتم مثلا كمجلس كنائس الشرق الاوسط ما عندكم تواصل مع المجلس الكنائس العالمي حتى يكون في نظره لهالمنطقه ما يعززوا فيها هالروح هل التعصب وهالاختلاف وهالتطرف نحن على تواصل دائم مع مجلس كنائس العالمي ومجلس كنائس امريكا كمان مع كنائس امريكا على تواصل دائم بس الكنائس لا تتعاطى السياسة بتحاول تأثر على الحكومات بشكل أو بآخر بس لا نتعاطى بالسياسة أي موضوع سياسي يطرح أنا ما بقبل إني ما... ناقشه أني أو تابع أموره بالمجلس لأنه إذا فت بالسياسة ما فيك تخلص منها بتصير فوت بدهاليز أنا ما عم بحكي ما سياسة دكتور عم بحكي على ال 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 إذا بدك التعتير اللي عيشو الإنسان إيه طب الانسان يعني طب شو السياسه عم تاثر على الانسان وعلى تاثيره؟ تستطيع اكثر ما فيها تعمل. والدول عندها اعتبارات يمكن ما بترد ما بتعود ترد على الكنيس وتكون في مصالح دول بدها انت بتعرف ولكن ولكن مش قادرين مكتفين عم نحكي قد ما فينا عم نناقش عم نعمل لوبينج اتصالات متابعات محاضرات غيره بس قدراتنا محدوده لهون الدول برجع بقول لك عند الحزه عند مصالحها لا تسال لا ترد على حدا تضامن مع المهمشين والمستضعفين واللاجئين والنازحين ومناشدة المسؤولين والاسره الدوليه للعمل على عودتهم الى ارضهم هذا كمان ضمن البيان طبعا هذا كمان في سياسه بعرف في بعض سياسه بس نحن منقول هيك لازم منساعد المهمشين بنساعد من اللاجئين والمهجرين وغيره اكثر من هيك ما فينا نعمل في دول انت ما قادر تتعاطى معها او ما قادر تفرض عليها بدك ايه يعني. طب شو يعني من. بس شايفينا نحن شايفينا كلها ابونا إيه. بس ما بنقدر نعمل شيء مقبيلة لانه في حجم ضخم من التركيبة والبنى السياسية اللي تأثير الكنائس فيها قليل تأثير الكنائس محدود ما خلينا نكون صريحين في محدودية التأثير منك أنت لوبي سياسي عالمي تقدر تسيطر أنت مجموعة كنائس تصلي وتتمنى وتتضامن وتتآزر وإلى ما هنالك أكثر من وتساعد وتساعد هون أنت إيه عم بتساعد تساعد شو يعني عم بتساعد؟ مساعدات ال يعني اليوم معلش هلا اللي عم يحضرنا بيقول حلو الكلام والثوريز أيوة. بس ولكن شيء عملي شو عم يعمل مجلس كنايس للشعب المعطر المهاجر المنكوب ال يعني ما سؤال شرعي فينا نطرحه؟ طبعا ابونا بده يعرف شو عم نعمل فيه فوت على الموقع تبعنا بحط كليك على تقاريرنا السنويه بشوف كل شيء عم نعمله اخر خمس سنين تقارير موجوده على الانترنت نحن عم نساعد بالمأكل والمشرب والملبس والعمل والطبابه والتأهيل النفسي والرعايه الاجتماعيه والتوجيه بس ما ببين ابونا لانه هالقد الحاجات كبيره انه وزع البحر بيتوزع انه نقطه ببحر شو بتعمل عم نعمل قد ما بنقدر نحن طب مين بيدعمكم لتقلوا تعملوا هالاشياء في الهيئات المسكونيه العالميه الهيئات كنسية العالميه بتعمل بتعملنا التمويل لمشاريعنا وهلا مؤخرا دخلنا على هيئات غير ك... غير كنسيه حتى هي كمان يعني هيئات اجتماعيه علمانيه عم تدعم لنا مشاريعنا في في كثير علينا من قبل العلمانيين لانه ناتج عن الثقه يمكن مصداقية العمل مصداقية والشفافية بالعمل الشفافية الإدارية والمالية هم نعتبرها نحن أحد عناصر قوتنا شو بقول لك يعني عم تطرح لي تحدي أنا بعيشه كل يوم شايف حجم الكرسي كلها سوا وعيشها كل يوم بكتب عنها كل جمعة أنا وحجم الكرسي السياسية والسوسيو ايكونوميك يعني الاقتصادية الاجتماعية الأفقار والتأثير والتهجير نحن عم نحاول نكون بحثة بتسنود خابية مش أكثر صحيح لأنه رحم الله مريع يعني عرف حده وقف عنده قدراتنا محدودة طيب انه هون عودة عودة مثلا مناشدة المسؤولين الاسرة الدولية العمل على عودتهم الى ارضهم لهالنازحين يعني يعني بيقصدوا مثلا الموضوع مثلا بحثتوا فيه مع الرئيس السيسي مثلا بما يملك من قدرة بالمنطقة طرح الموضوع اي بس انه ما ما فينا نوصل نتيجة معه الرئيس السيسي الرئيس السيسي مش عم بيحاورنا كسياسيين احنا عملنا له تمنيات وعبرنا له عن توجهات استمنيات واحد لازم ياخذها بعين الاعتبار انه هواجس رؤساء طوائف مسيحيه ومسؤلين. انا لا اشك ابدا انه ما عم ياخذها اكيد عم ياخذها بعين الاعتبار واظن انه يعمل لكثير من الامور بس ما فينا نساله شو عم تعمل يعني هو بيعمل وبعدين نهرب <applause> 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 احترام حريات المعتقد وترسيخ قيم المواطنه والحياه المشتركه مع الاخوه المسلمين الذين نتقاسم العيش معهم باحترام متبادل <applause> طبعا هذه بديهيات الامور نحن كلنا عايشين مجتمعات مختلطة مين من أقلية ما فرقانة المهم أنه في مجتمع متنوع في ناس عندها معتقدات مختلفة ضمن المسيحيين نفسهم في معتقدات قد ما بدك مضبوط ضمن المسلمين في معتقدات قد ما بدك منوعة الأديان يعني تنوعت بتنوع الجنس البشري والثقافات البشرية هي ما حدا في لا ما يقل لي انقصم وما انقسموا وهذا التنوع الثقافي بده حكما يخلق لك نزعات ضمن الديانة الوحدة جديدة وقد تتجدد كل مية سنة كل ميتين سنة كل كل ألفية ما بعرف إنه طالما هالمعتقد مش عم يضر بالمجموع مش عم يضلل مش عم يفسد نحن بنحترمه حدوده هو احترام القانون والأمن الاجتماعي يعني وقت كنا نحن عايشين عايشين بمجتمعات متنوعة دينيا بدنا نحترم حالنا وبعضنا دينيا ونحترم معتقدات بعضنا وتقاليد بعضنا ومش بس تجي من باب الديانة يا أبونا في من باب الكياسة الاجتماعية أنت عايش مع إنسان حتى لو ديانتك ما لك علاقة فيها ديانته ما لك علاقة فيها ولا ولا بتعني لك شيء يعني حد قد تحترم له مناسباته وتعايده وتهنيه فيها مثلا بدون ما تقتنع تعتق... تعتق... تعتنقها وت... تقتنع فيها يعني مش مجبور انت صحيح انه هيدا شيء واضح هي بلبنان يعني انه اللياقات الاجتماعيه ضروريه بال لبنان و... لبنان اكبر نموذج نموذج بهذا الموضوع بين يعني. المسلمين والمسيحيين في الاعياد الاسلاميه والمسيحيه ما في شك انه نموذج وانا برايي بكثير مناطق من العالم العربي هالنموذج هذا موجود بمصر موجود ب... بسوريا موجود بالعراق حتى موجود هلا ما بينطبق هالشيء على الفئات الاصوليه وال... وال... والاجراميه اللي دمرت هذه المجتمعات انما عند الناس اللي النورمال اللي عايشين طبيعيين بالمجتمع مع بعضهم بيحترموا بعض وبقدروا بعضهم كثير بالعكس بيحترموا مناسبات بعضهم جدا هذا شيء يعتبر دقيق اجتماعي تخطى الديني الديني ما فيك تفوت فيه الديني بيعمل لك جدل ما له حل عم تحكي بالموراء ما لك شغل بالموراء وراء معطى بينما بالعلاقات الاجتماعيه فيك انت تنظمها بالشكل الانسب للارموني للتجانس الاجتماعي والتماسك الاجتماعي، هون دورنا نحن كمؤسسه متنوعه كنسيا وكمؤسسه عندها علاقات متنوعه دينيا مع غير المسيحيين. نعم وهيدي من هالناحيه مجلس كناسي سباق بهالامر هيدا من الحرب وقبل الحرب بلبنان هون هون دكتور هلا أه نحن مفترض ناخذ فاصل ولكن لنستفيد من حضورك معنا وهيك بنشوف هيك صور من الجمعيه العامه آه عدا الريبورتاج اللي مرق هيك شفناه بدي اسالك انه اليوم في ظاهره جديده بالعالم العربي أمساني آه بطريرك يوحنا العاشر آه دشن كنيسه بسلطنه عمان نعم قبل بفتره بدبي كل الكنائس يعني بتحس بالعالم العربي في هيدي التوجه العالم العربي الخليجي يعني تحديدا الانفتاح وال يعني حتى السعودية صارت عندها عم بتقلل من كتير أمور تدبير في هيك خلفيات دينية بتلاقي هذا هيدا هيدا كيف تقرا كيف قرأ مثلا هل انطرح مجلس كنايس هل كيف شافوه كيف بينظروا له ما انطرح بهالشكل بس نحن عايشينه كلنا هيدا بنشوفه نحن كرقي وتقدم بالمجتمعات العربيه نعم اللي ما عادت خايفة على حالة تكون من غلقة صار في عندنا المجتمعات العربية الخليجية وغير الخليجية ثقافة وعلم ومعرفة كفاية صارت عارفة أن وسائل الإعلام عم توصل كل شيء لكل العالم وبالتالي ما حدا في لا يسكر عشي ولا يخبي عشي بس كمان من جهة الدول اللي عم تسمح بهالشيء ما في شك أنه رقي ووعي عرفوا أنه مثل ما بقولوا في الإسلام جعلناكم شعوبا وقبائل اللي تعارفوا تعارفوا بعضكم عيشوا سوا حبوا بعضكم هذا الشيء انا برايي بياسس لمستقبل عربي زاهر شو ما كان يكون شكله هالمستقبل يعني كل الانغلاق والتقوقع ما بيوصل لشيء الا الى بيوصل الى الى اكل النار تاكل نفسها نفسها لم تجد ما تاكله صحيح نار مخيفه اذا كان فكرت على حالها هون كمان ايلين دعم الكنائس والمؤمنين في القدس وواجب الحفاظ على الاماكن المقدسه وتذكير الاسره الدوليه وشعوب العالم باهميه تقويه الحضور المسيح في مدينه السلام هذا امر سياسي كمان هيدا امر سياسي اي طيب. هيدا امر سياسي يعني هيدا تمني يعني ما تتهرب من موضوع تمني <applause> ديني لا طبعا هون هون ما بتهرب يعني ما هول التضامن مع المشيين مع لا. ال... هيدا الدومين الوحيد ما بتهرب <applause> فيه من السياسه انا انا مش بتهرب من السياسه انا مسيس عقلي بس انا ما بدخل المجلس بالسياسه ومحصنة <applause> ضد السياسه بس هيدي النقطه نقطه القدس هيدي اهم من السياسه فيها البعد الاجتماعي قاتل فيها نعم <applause> <applause> والديني طبعا والديني والرمزيته إنه إنه دولة محتلة عم تصادر أراضي ورا أراضي، بيوت ورا بيوت، عم تصادر أملاك الكنائس، عم تصادر الأوقاف تستعملها وعم تهجر بس في تواطؤ أحيانا من بعض المسؤولين على الأوقاف هل لا, لا فينا ننكؤ فينا أبداً أبداً ما في تواطؤ، في تزوير. أنا فرجوني وثائق مزورة. في جمعيات هونيك عم تزور وثائق والبطرك ثيوفيلوس ونوجه له التحيه كمان وكل اللي معه عم بناضلوا ويستميتون في الدفاع عن الاملاك وعن العقارات الوقفيه نعم بس في ضغط عليهم دوله محتله ابونا بتطلع لك قرار الليله للمنفعه العامه استملكنا هالوقف هيدا شو فيك تعمل معها البلديه اخذت قرار هيك تعزيحه لا لا ما في عم عم بقضوا من هنيك وعم هيدي ملكهم ملك كنيستهم ملك رعاياهم ما في بالماضي صار في اغلاط والبطريرك ثيوفيلوس عم بحاول يصلحها هلا يعني حتى امسانة لاحظنا انه اعترضوا على آه العيد الفصح دخول المسيحيين لكنيسه طبعًا القيامه طبعا وموضوع النور طب ابو عاقله صار النعش بالارض انه هيدي بتصير يا ابو شيء مش طبيعي هي ما عاد ما عاد سياسي هي ما عاد سياسي هي سي قمع هيدا قمع صار دوله صار جنون دوله صار جنون وعنصريه لا حدود لها مش مقبول هالشيء وهن هن اليهود وقلت له مره هيك مره بالاعلام عم بحضروا لمستقبل قاتم للاجيال الجايه مش عم بخلوا الصلح مطرح للاجيال الجايه تبعيتهم هن عم بيتعسفوا اليوم وتركين مستقبل اسود لاحفادهم اذا هن معنيين باحفادهم نحن معنيين باحفادنا وعارفين شو بدنا نعمل فيهم وعارفين شو بدنا نتصرف بس هن مش عارفين شو عم يعملوا انه انتم احتليتوا الارض وقعدتوا فيها وعملتوا مدن وهذا طب ما هالناس الموجودين طب القليله احترموهم او ارفقوا بحالهم هؤلاء هم اليهود لا ما بدي ما اقول ما خلينا نقول الصهيونيه الصهيونيه بس ما بدي اقول يهود لانه في يهود دافعوا عن القضايا العربيه اكثر من العرب في يهود اعطوا القضايا أكيد. العربيه اكيد خلي بنميز نحن بهذا الموضوع انا انا بميز بين الصهيونيه واليهوديه طبعا طيب انه عم بتقول الصهيونيه فيها مسيحيين فيها مسلمين اكثر أه. فيها يهود أه. تقوية الحضور المسيحي في مدينة السلام كيف بده يتقوى؟ هيدا أزمة يعني آخر دراسة كتبها زميل لنا بفلسطين هي عن إنه بعد في واحد من فلسطين مسيحيين للأسف أه. عم بيهجروا آه تقوية وجود ما شيء بس كمان هيدا عم ببلش عم يمتد بالعالم العربي بسوريا هيدا. بالعراق بلبنان يعني هل هل هالروح الصهيونيه عم عم بتعشعش بهالمنطقه الان بيدفع ثمن المسيحي هلا غير المسيحي عم يدفع بس المسيحي اسرع عم بيكون مسيحي اسرع كان اسرع هلا مسيحي ابطا لانه ما عاد في كثير بس الهجره باوساط غير المسيحيين منا منا قليله ابدا ابونا هجره عاليه جدا يعني في مسلمين عم يهجروا أبعف من منطقتي براس بيروت وغير مناطق ومن طلابنا كله بياخذ ورقه افاده ريكومنديشن لترز وكله بروح على الخارج، واللي عم بيروحوا على الخليج كانوا يقولوا بروحوا بيرجع، لا صار يستقر هناك لانه الحياه بالخليج صارت جميله جدا، وبالتالي ما عادوا بحاجه يرجعوا لهون. نعيم عيشوا. يعيشوا 30 و40 و50 سنه. للاسف صحرة تحولت لجنه ونحن جنه تحولناها لصحرا. تشرف الدول التي قامت بها. شابوبا. طبعا ما في شك. طيب <applause> هون كمان حس المسؤولين واصحاب <applause> القرار بالعمل الجاد. على التصدي للازمات المستشريه في مختلف بلدان منطق منطقتنا الشرق اوسطيه ولا سيما الوضع الاقتصادي المتردي رفعا للمعاناه للتسك الكاهل الشعوب ما يستوجب وقف الضمير لاعلاء الخير العام فوق كل اعتبار هيدي نوع من الوعظ والحث والتحريك هذا انشاء <applause> مش انشاء هذا هي هيدا تعبير تحفيز الضمائر انه تذكير في ضمائر بعد شو فيك تعمل اكثر من هيك او بطرك بطرك او البابا شو في يعمل اكثر من هيك ما بعرف انه بيقول له القائد المسؤول اذا عنده اذان صاغيه بيصغي له ما عنده اذان صاغيه بكون عمل اللي عليه والله اشهد اني بلغت بالنتيجه بس انه اكثر من هيك ما في يعمل الكنيسه عم تعمل كثير مش عم ببين الكنيسه شو عم تعمل لان الكنيسه بتعمل ما بتخلي ايد اليمين تعرف شو عم ايد الشمال او العكس بالعكس بس عم تعمل كتير الكنيسه بعرف قديش عليهم ضغوط الكنائس بالنسبه للناس المعوزين من من الناس من بدل... المدرسه للطبابه لل... للمأكل والمشرب للنساء بازمه هلا المدارس الجامعات انه الشعب كيف بده يضايق كيف بده يواجه ودائما بيقولوا الكنيسه عندها دور تبيع أوقافها تبيع تعمل هذا السؤال اللي بيطرحه الناس أنا ضد بيع الأوقاف بس أنا مع أنا مع وهذا مشروع عم نشتغل عليه بس بشكل بطيء جدا لأنه ما عندي تمويل كافي حتى وظف خبراء يشتغلوا فيها تشتغل على الإسكان الكنيسة نعم أنا برأيي التحدي الأساسي على الكنيسة هو الإسكان بكثرة هذه الأوقاف الموجودة قدرة تخلق إسكان وحدات سكنية والوحدات السكنية فيها تصير وحدات تجارية يعني اذا خلقت منطقه فيها 200 300 عيله 500 عيله 1000 عيله وصارت تتوسع بتخلق سوق تجاري بتخلق مجالات عمل هون الكنيسه دوره انطلاقة الاسكان ومعروف بالعالم كله انه زاويه التنميه الاقتصاديه هي البنى هي الريل استيت والبنى مثلا انتم انطرح الشيء ب بي... بي... لا هيدي انطرحت تنطرح بال جروبس مش بالجمعيه العامه هيدي مم. ما بدنا نناقشها جمعيه عامه هي بدها فرق متخصصه هيدي ضمن التنميه حاطينها ضمن الوجود المسيحي حاطينها ونعملها فرقة عمل خاصة بس ما قدمنا أوراق منها لأنه مش خالص الشغلة لأنه ما كنا قادرين نخلص كل شيء على الوقت بسبب انقطاع الطرقات وبسبب سفر الناس بسبب الكورونا بقصد انقطاع الناس عن لا. بعضها وسفر لا. الناس وغيره بس مشروع الإسكان أنا ببالي على الأساس راح يكون عمل أساسي للمستقبل الكنائس وسوف نبلور المشروع ونطرحه على الكنائس منطلقين من من, المشار... من التجارب اللي قامت فيها الكنائس لهلا في مجالات الإسكان طب هون معلش اسمح لي لو فتت شوي بهيك بخصوصيه الاجتماعات اللي انعقدت مش البيان اللي صدر ما في خصوصيه كله كان تفضل يعني مثلا البيانات اللي او اوراق العمل اللي طرحوها رؤساء الكنايس طب مثلا في في حدا طرح انه نحن بسوريا عم نعمل هيك نحن بلبنان عم نعمل هيك نحن بالعراق عم نعمل هيك نحن بفلسطين او بمصر عم نعمل هيك لتعزيز الحضور ولا تثبيت الشعب ولا مساعدته يعني في شيء أثير بداخل الجلسات لم يعلن عنه ما كان مطروح بهالشكل أبو نهني هذا مؤتمر مسكوني كان عملية علاقات بين الكنائس علاقات المسكونية تقدم هذه العلاقات وطبعا طرقوا طبعاً كله للوجود المسيحي إيه بس في هم مشترك للهم هم الوجود إيه؟ انه اذا بطل في مسيح ما بده يرعوا هالرؤساء الكنائس في تقرير انه كل كنيسه شو عم تعمل اكيد كل كنيسه عم تعمل كثير اذا خبر خلينا نقول في خبرات كانت مثلا عم يتناقلوا الخبرات انه نحن هالقد هيك عملنا بجرب اذا نعمل هيك يعني فرق العمل نعم وتسجل كلها بالمحاضر على كل حال فرق العمل اوراقها منا سريه وصمنا نشر على السايت والوثائق النهائية سوف تنشر لاحقا على الموقع المجلس ما في شيء مخبى أبدا بس كله بده يترجم بعدين لأشياء تنفيذية أبونا كله بعده خطط وخطان. هاي دي هي مهم يعني يصير شيء عملي ايه هلا كله رهن هاي شغلتك هلا جزء من جزء من شغلتي يعني انا ما في انا 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 امين عام مجلس يعني انا سكرتير الكنائس انا ماني مدير الكنائس الكنائس هي بتدير حالها وبتقرر نحن فينا ن... بس ضل وز بنتون. عمرك طويل فينا نلفت النظر فينا نكون كاتاليست فينا نكون مسهلين لاتجاه معين لعمل معين الى ما هنالك بس اكثر من هيك ما فينا نعمل يعني المجلس هو مجلس انتر تشيرش على فكره هلا عم شوف الصوره حضرتك مع بابا بابا البابا قديش صار لك بتعرفه؟ ما من 2016 بس في كتير خفيف هيك عنده شخصيه هالكاريزما بتشبه البابا شنودة مثلا كان البابا شنودا معروف بهيك عنده صاحب نكته و بابا تواضروس يعني ما في يعبر قديش اولا انا وصفته بالكلمه اللي قدمته فيها تالقى كلمته هاي. عنده الحكمه والظرف الكاركتير اللطيف اصلا كل اخواننا المصروي عندهم هيك روح النكته <applause> عنده روح النكته مهضوم آه مزح معنا اكثر من مره آه حكينا بشكل هيك مرتاح معه محب آه يعني بطريرك بدك تقول انه بطركتنا اغلبهم عندهم هالطباعه هيدي انا من انا من خلالك بدعي ليكون ضيف جئتوا لاخدم جاهزين نروح لعنده على مصر بابا توادرس. نعمل نعمل حوار مع بال... البابا تواضروس اذا بيقبل ضيافتنا جلسه معه لا تنتسب انا عملت جلسة جلسات معه جلستين وحده منهم طويله كثير كانت مشان كنا عم نخطط ونبرمج وايدا في مزايا ما بدي اوصفها بالكلمة اللي بكره لك نسخة على الكلمة اللي قدمته فيها اختصرتها وقتها بيقول لي الاسيس حبيب بدر قال لي وصفته مثل ما هو بالضبط بقى ما بدي ارجع عيدها هلا بدي أبعت لك اياها تقراها شي مره تشدد الجمعيه العامه على ان الحضور المسيحي هو في جوهر كينونه هذا الشرق وقد كان للمسيحيين الاسهامات الجليله في بناء بلدانهم وازدهارها وهم سيبقون متجذرين في هذه الارض وشركاء اصلاء في نهضتها وبناء حاضرها ومستقبلها مهما اشتدت العواصف والتحديات شو بدك تقلنا هون شو بدي اقول بعدهم هيك المسيحيه شو بدي اقول 2000 سنة عمرها المسيحية في هذه الأرض هون هون ما هيك؟ المدارس والجامعات والمستشفيات و... ومؤسسات كنائس الاستضافة ومؤسسات العجزة والمعاقين وال... والأيتام والكنائس وبيوت الرعاية وكله هيدا الحركات الشبيبة والحركات كله كله هيدا إن كانوا عشرين مليون ولا إن كانوا مليونين شو بيفرق؟ وجود نوعي ممتاز نوعي وجود نوعي انتبه ابونا بحب اوضح شغله نوعي مش معناتها نوع غيرنا مش منيح نعم no. نوعي بمعنى له دور عم بيقوموا فيه الكميه منا مهمه وما بحكوا هنا عن النوعيه وجود رمزي ووجود الدور يعني انا مني اذكى من المسلم ولا فهمان اكثر منه جيناتي من جيناته لحمي ودمي من لحمه ودمه انا كمسيحي عندي مؤسسه عندها دور عم تقوم فيه والمسلم وغير المسلم له دور عم بيقوم فيه بمؤسساته يعني يعني الكميه مش فيرسوس النوعيه الكميه فيرسوس مقابل الدور نحن في عنا دور عم نقوم فيه شهاده عم نقوم فيها اللي هي بهالتجلب بهالمؤسسات كلها اللي سميناها نحن واللي هي تشهد هلا تتفاوت الشهاده من منطقه لثانيه بس موجوده نوعيه الخدمه اللي عم تقدمها لمجتمعك بعتقد ممتازة وغيرك عم بقدم أكيد نفس الشيء غير مؤسسات غير طوائف غير أديان بس أنت من جهتك عم تعمل شغلك وزيادة لمجتمعك هون أنا بعتبر أنه موجودين نحن يمكن يهاجر بعد نص الموجودين وأكثر يمكن يرجع قدهم على عشر مرات مين بيعرف هذا سايكل بالعالم عم يتغير وينقلب بس مهم أنك تضل رمزيتك بخدمتك يعني دورك موجودين على الرجاء تتطلع الجمعية العامة بألم إلى نزيف الهجرة الذي يطال مجتمعات ناس حكيتوا عن السبات في الأرض تدعو الذين هاجروا إلى المحافظة على ارتباطهم بأوطانهم الأم وعدم التفريط بممتلكاتهم هذه شغلة كثير مهمة هذه أنا أصريت حطة ما تبيعوا بيوتكم ما تبيعوا تبيع أرضكم إيه؟ إذا هجرت يعني دبرت شغل برا وشغلك منيح خليها موجودة طبعا ما يعتدوا عليك الجيران وهيدا يقدم تصوينته عليك مثل ما بيصير بلبنان وبغير دول حفاز حفاظ ملكك وعقارك لانه العقار جزء من الهويه ابونا نعم جزء نعم. من هويتك جزء جزء من امتلاكك للوطن وامتلاكه لألك طيب آه هون هيدا انا بثني عليا يعني انا دائما بقول لهم يا اخي سافرت طيب شو شو اللي اقدم لك واخر لك اتركوا لهالبيت اتركوا له البيت يعني تركها له الارض يعني حتى انت وهنيك فيك تيجي تشتري غير طوائف انا بثني على اللي عم يعملوه يعني انه اذا هاجروا بضلوا يشتروا ببلدهم بمحيطهم بس نعم. للاسف المسيحي بيقول خلص باش بدي شيء بدي انسى يعني هيدي ظاهره مش جيده عند المسيحيين من زمان حكيت عنها وصار في جدل انا وكتير من المؤسسات المسيحيه حولها نعم حسيت انه كانه عندهم فولاتيليتي عندهم قدره على التبخر المسيح هذا شيء انا برايي مرق فتره بس هلا ما عاد موجود خف كثير اللي صامدين صمدوا هلا لانه ما في قدره شرائيه عند الكل يمكن ايه بس في ناس عم تستغل كمان هذا آه الموضوع وتستغل انه هذا عايز وهذا طب هون مثلا ليه ما بنفكر يعني لا لوبي لبي... مسيحي يا اخي مثل يعملوا شركه انه هال هالبيوت اللي بدها تنباع او هالقارات اللي بدها تنباع تشتريها هل هالجماعه تحافظ عليها يعني تضل عندها يعني اعذرني او يعذروني المشاهدين ضل عليها هيك نكهه الحضور المسيحي يعني انه شو شو بينفعني انا كنيسه كاتدرائيه وفيها خمس اشخاص او إيه, ايه ما في زوم اعذرك ابونا على كلمه نكهه حضور المسيحي لانه حتى المسلمين هن بيقولوا لنا بالحوار الاسلامي المسيحي وبغيره انه هاي البلاد ما معقول ما يكون بيبقى فيها مسيحيين هاي البلاد المسيحيين جزء اساسي منها اذا بتسمع الصحفيين شو بيحكوا والمحللين السياسيين المتنورين المسلمين بيحكوا بالاتجاه ذاته بقدر ما نحن حريصين على وجود المسيحي هن حريصين عليه لانه حريصين على التنوع وعلى التفاعل وعلى التثاقف وغيره <applause> هذا إيه شيء كثير مهم بس دكتور هون هلا عم تحكي عن مؤسسه عن عن الواقع غير يعني عند ما ينتصب الميزان الطائفي بنلاقي كل واحد راع طيفته وبيشد على الطائفة بالسي بالسياسه طب ما السياسه شو ما نحن شو فيك تقصم بالسياسه ما في ما انت بتاكل وبتشرب وبتنام سياسه ايه بهالبلد انا انا بالحقيقه في احدى محاضراتي ميزت او مقال كتبت ميزت ثلاث مستويات من الطائفيه في الطائفيه الدينيه والاجتماعيه والسياسيه هن عم يحكوا بالغاء السياسي وهذه كيفية كافيه لحالها لك طائفيه مقنعه نعم الطائفيه الاجتماعيه الناس محترمه بعضها بتتفاعل مع بعضها بالاعياد بتعايد بعضها وبتشترك مع بعضها بالاعياد نعم. ما في مشكله الطائفيه الدينيه الطائفيه الاجتماعيه نفس الشيء ناس على محبه وعلى وئام قديش بي... بيتازروا بال... بالاتراح والافراح وبكل شيء المشكله بطائفيه السياسية لانه فيها ماني اند باور ابونا هونيك المشكله الطائفيه السياسيه فيها المال والسلطه هون بيختلفوا تاع مستوى العلاقات الانسانيه والاجتماعيه الناس على احلى علاقات انت إيه بالمنطقة في مختلط طائف انه بالاجر مثلا مين بيجي بأج قديش بعضهم صحيح بالافراح صحيح. بالمساعدات بال صحيح, صحيح. ناس حميت بعضها بالحرب بمنطقتك وبغير مناطق في ناس حميت بعضها حميت التانيين الغير طائفه تبعيه المنطقه خبوهم ببيوتهم من هالناحيه الشعب جميل بس السياسيين عم يلعبوا دور انعكاسه سيء على الشعب السياسيين عم يلعبوا هالدور والشعب عم ينقاد عم ينقاد لانه في جزء منه مش واعي هون بتيجي تثقيف على المواطنه المواطنه الكامله والشامله المواطنه الحاضنه للتنوع العقد الاجتماعي الانتقال من دوله الغابه الى دوله القانون هذه كلها ثقافة بدها تيجي يا ابونا، ما فيك تجيبها بسرعة، هيدي ثقافة بدها شو دور الكنيسة؟ شو دور الكنايس؟ الثقافة. إنه قادرة هل... بالفعل، بالتصرف القدوة، وبالتثقيف بالكلام بالكرازه أنا بحب كلمه كرازه كثير كرازه المرقصيه انا كثير بحب كلمه كرازه المرقصيه وهي الكرازه تكرز على الناس بدك تكرز يعني كيف بتغير عقولهم؟ بتدرسهم بدك تدرسهم افكار جديده بدك تدخلهم بعقولهم قيم جديده بكلامك وبتصرفاتك هون بتكون قادر تغير بس بدها وقت كافي مع الخطر انه باي لحظه ممكن يخلق ما يكون فات الوقت بتروح لك كل شيء بدك ما, إيه؟ ما يكون فات الوقت او فات الوقت, يعني. الوقت او تجيك ازمه مفاجاه بتروح لك كل اللي عملته مم. من هون بنقول من دائما بعلم الاجتماع مدرسه بده يدوم الاستقرار والسلم الاهلي 30 سنه حتى يصير في ثبات اجتماعي هذا بلبنان برايي هذا لا هذا ستاندر ستاندر عالمي انه يعني الله يرحمنا إيه؟ بهالبلد نحن الله يرحمنا بكل العالم ابونا بهني برا عندهم كوارث اكثر منا نحن مع تعتيرنا اللي عم يروحوا لبرا عم يتندموا على الحياه هون عم على علاتا يا ابونا هلا في اشياء منيحه برا ومهمه وفي عندنا اشيا نحنا احلى هون نتيجه في شيء اللي بيلو شيء بهالدنيا هون على سبيل هيك البيان الختامي او بالورك شوب هل مثلا حكيتوا عن موضوع الاقتناص بين الكنايس؟ لا هذا موضوع تابو ما بيحكوا فيه كتير بيتحكى في بين كنيستين اللي عم بيصير بينهم احيانا بيحكوا مع بعضهم انا ما دخلت فيه له لهلا بس و... لانه هلا اليوم و... اليوم معلش عم بيقولوا لي عم بيصير محاولات عم بيصير في النار. محاولات كثيره هلا من بعض البدع والهرطقات من بعض بعض الكنايس اللي هن ما بعرف من مسؤول عنهم كل يعني الك... في بعض الكنايس بيتبروا من بعضهم طب بس انه عم نستغل الظروف الماديه والمعيشيه بلبنان او بغير لبنان يعني بكل المنطقه يعني مع احترامنا انه لباقي الكنايس بس انه هالاستغلال هيدا بين كنايسنا في توافق انه ممنوع الاقتناص وهذا اللي عم بيصير الاقتناص عم بيصير من كنايس هي خارج المجلس وهي عندها مشكله مع الكنايس اللي بالمجلس يعني خلينا نسميها يعني مثلا انا انا بفضل ما سمية. ايه لا ما عم اقول نسميها يعني انه بعض الكنايس بتقول انه انا مني اذا تنقول كنيسه ارثوذكسيه بقول خي هدول خلينا نقول ارثوذكس مع انه ما في يعني انه الجماعه انا مش مسؤول عنهم هي. وفي كنيس انجيليه بتقول انا هو مش مسؤول عنهم كنيسة كاتوليكية مزبوط. بتقول هو انا مش مسؤول عنهم مزبوط. طيب وبعدين كيف واحد بده يتواجه يعني ما ما في يعني عندهم حريه التصرف مش مش تبعين لمؤسسات انتم كمجلس كنائس الشرق الاوسط ما هذا الموضوع ما بس ما يثار ضمن كنائسنا ما عم في رحتنا احترام رحتنا مطلق رحتنا وفي ان شاء الله طيب هون لحتى كمان حكيتوا عن تغييرات المناخيه أوه. آه على اهميه أوه. التجاوب هيدا إيه؟ هي هيدا انه انه هيدا التطور مش بس حكيتوا بأمور دينيه وما بعرف يعني. شو اجتماعيه كمان ما موضوع مسئلتنا كوكلاء صالحين على الخليقه ما هيدا ديني ابونا انا بنحنا نحن على الخليقه خلق خلق ايه في عملنا شيء اسمه سيزون اوف كرييشن اكيد نعم. انطرحت بال حط ريبورتاجات عن no, no. موسم الخليقه سنه عندنا موسم الخليقه الثاني وعملنا لجنه سميناها لجنه العداله البيئيه تتراسها القسيس ريما نصر الله وفيها no. مجموعه من الزملاء من كل الكنائس عم يحضروا لمشاريع بيئيه في اكثر من منطقه هلا موسم الخليقه سوف يجري الاحتفال به في لبنان والشام والاردن و, و, و آه ومصر وفي برامج بيئية تانية وعم نحضر لمشروع مشاتل هلا هيدا لحاله بعد ما في يحكي فيه لأنه بعده فكرة عم تتبلور الكنيسة أنا طب بس هون السؤال معلش مين بحط بنود اللي بدك تطرحوها بالجمعية العامة؟ إنه هيدا مثلا مين هون اللي اقترح هالشيء؟ أو لجنة. ليش شفتوا؟ في لجنة تحضيرية تنبثق عن اللجنه التنفيذيه تسمى اللجنه التحضيريه للجمعيه العامه هي حضرت كل هالاشياء نحن يعني انا وياهم وبالورنا جدول اعمال بس في تفاصيل ابونا بتجي ستاف بيطرحوها الموظفين شو شغلتهم الموظفين ما هن كلمه كمان م. يعني قضايا البيئيه مطروحه بالكنيسه وين ما كان قضايا الاعلاميه قضايا كمان طبعا اليوم الاعلام سلاح ذو حدين ما طبعا ما 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 حسيت الاعلام في مشروع طويل عريض للاعلام جبت سيرته انه اليوم الاعلام الكنسي والاعلام العام اللي عم يلعب كمان دور احيانا ايه في اشياء مش ايجابي في في فرقه عمل للاعلام عملت برنامج طويل عريض للاعلام بس أنا ما نزل بالبيان الختامي ايه بس انه ما في شيء عم ينعرض يعني هلا مثلا اليوم انا استضفتك م. انا شيء تعرفت عليا اليوم هلا مش كل الناس يعني ما بعرف هل هل اعلام هل مجلس كنايس فعال بقوه لحتى يكون يعني يوصل لكل الناس يعرفوا انه هالمجلس شو عم يعمل؟ والله وقت ابونا كان عندنا 250 الف مشاهد المواقع تبعنا العداد رقم 250 الف لا عم يوصل عندنا اعلامنا كثير عم يوصل ما كان واسع قد قد هلا هلا عم يوصل عم يوسع الميلينج ليست عم موسع النتورك شو, شو اهدافك الاساسيه حضرتك كامين عام اليوم؟ ايه؟ شو عندك هيك ايم اساسي بدك بتريد انك تحققه بمجلس كنايس؟ مجلس كنايس انه يكون مجلس كنايس اخذ مكانته المتموضع بالشكل المناسب نعم. للعمل المشترك بين الكنايس هذا الهدف العام ان يتموضع بالشكل المناسب هلا بيتموضع عبر المشروع هيدا او هيداك او هيداك حسب ما يحددوا الاولويات فحددوا فريق العمل لانه الموظفين فريق عمل هن خبراء هن شغلتهم ومدعومين من اللجنه التنفيذيه ومن هي من المستشارين ممكن يعينونا اياهم من الكنائس تساعدونا بالتفكير أه هدفي اهم شيء ان يتماسك المجلس ويبقى متواضعا بالشكل المناسب في هذا المحيط الشرق اوسطي المقر الرئيسي وين هلا للمجلس؟ راس بيروت بعده محله بلبنان؟ نعم طيب هلا مجلس كنائس الشرق الاوسط هيك كسريع مين هلا بضم؟ في مكتب بدمشق، في مكتب بعمان، في مكتب ب... في مكاتب بفلسطين على طريق فتح مكتب بالعراق وعلى تحضير مكتب في مصر. اها هلا مين بعد بيضم 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 الكنائس كلها الاعضاء 21 كنيسه. بيضم الكنائس كلها. طيب وكمان بده ن... معلومات بفوت على السايت بيلاقي كل هالشيء موجود ابونا. كمان نشدت الجمعيه العمل المرجعات الدوليه واصحاب القرار العمل الجاد والدؤوب على اطلاق سراح المخطوفين يعني من ضمنهم مطران بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم والكهنه والمدنيين نعم. نعم. طيب انه مناشده ما في معطيات ما في معلومات ما في شيء سمعت انا وقت اللي عملوا له ذكرى تبعهم باللقاء الارثوذكسي كانت كلمتي انه علينا ان نستشير الفرقدان هو النجمين بالسماء انه تنجيم بدل القصه صار نعم ما حدا عنده معلومه ولو قيد شعره شو هي المعلومه عنها وين راحوا هالجماعه؟ هلا هون كنت عم يمكن فتك بالحديث انه هدفي انه وقت يصير المجلس متماسك ومتموضع وان يعمل لغد افضل طبعا مش هو المجلس منه هدف المجلس هو وسيله والمجلس هو مؤسسه و, و تصليب المؤسسة وتحصين المؤسسة هي وسيلة من أجل أن تخدم بشكل أفضل بين الكنائس ومع المجتمع يعني أن تعمل أن يعمل هذا المجلس لمجتمع أفضل هل البصمة اللي بده ميشيل عبس مع هيدي أنا برأيي كل أمين عام إجا كل واحد بترجمة بطريقة أنا مثلا أدخلت بعد جديد اللي هو إعادة بناء الرأسمال الاجتماعي والعمل على الكرامة الإنسانية والتماسك الاجتماعي والحوار هاي بعد أنا أدخلته جديد ما كان موجود قبل كان مثلا بعد الدياكونيه موجود مشهورين نحن بالجاكونية كثير بالخدمه الاجتماعيه مشهورين شوي صرنا باللاهوت والعمل اللاهوتي والعلاقات المسكونيه هبه قويه كثير كمان هوليك انا ادخلت البعد لاني انا سوسيولوج يعني كل واحد بده يدخل البعد اللي هو بلاقيه بلاقي مناسب اي انا وانا شفته بكمل البقيه دور المجلس ودور الكنيسه ان تتوق الى مجتمع افضل يعني والافضل يكون مجتمع متماسك والذي يحتضن جميع ابنائه بالشكل بالشكل العداله الاجتماعيه. اختم شو بتحب بدقيقتين تختم؟ ما خليت لي شيء، سألت عن كل شيء ابونا. <applause> اختم كون بتمنى انه انطلاقا من عباره ببرنامج جئت لاخدم جئت لاخدم، بتمنى انه اقدر انا بدي حاول انه خلال فترتي اللي بدي اقضيها في الامانه العامه انه اخدم المجلس لكي يخدم مجتمعه أن أخدم الكنيسة اللي هي ناس والناس عامة والمجتمع بقدر ما أستطيع وأن أترك مؤسسة للي جاي من بعد تكون مؤسسة أفضل من أجل غد أفضل برجع بقول لك أهم شيء هو الغد شو محضر للأجيال التي لم تولد بعد علو خير علو خير أحبائي المشاهدين بتشكر دكتور ميشيل عبس أمين فيك. عام مجلس كنيس الشرق الأوسط على جولة الأفق هيك يلي ضوينا <applause> عليها بمناسبة ختام أعمال الجمعية العامة لهالمجلس ورح أرفع الصلاة يلي تلاها المجتمعين بختام أعمال هالجمعية وردد معكن هيدي الصلاة أنتم صليتوها أنا رح أسمح لنفسي أخذها وصليها بختام هالحلقة نرفع الصلاة من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط وانتهاء الحروب والنزاعات ورفع الوباء والغلاء واحلال الامن والسلام في الشرق والعالم كي يستكشف الجميع طريق السلام ونسال الرحمه لضحايا العنف والعزاء للمتالمين فنسير بشجاعه في دروب حياتنا ونتابع شهادتنا لايماننا وامانتنا لانجيل المحبه والفرح والسلام متمسكين بارضنا وتراث ابائنا واجدادنا وواثقين بكلام الرب القائل تشجعوا انا هو لا تخافوا الى اللقاء اهلا وسهلا مجددا شكرا لحضورك الى اللقاء اخوتي المشاهدين بحلقه جديده وضيف جديد وموضوع جديد من برنامج جئت لاخدم والله معكم